نبدأ معاكم بفقرة الأخبار، وزي ما أنتم متعودين هنخش في كافة التفاصيل والموضوعات. والنهاردة أبرز خبر ويمكن هو توبيك على السوشيال ميديا، والنهاردة أول ما صحينا الصبح كان خبر بيتصدر كل منصات التواصل الاجتماعي، وهو قرار من النادي الأهلي بتغريم محمود عبد المنعم كهربا مليون جنيه واستبعاده من بطولة السوبر. قرر الكابتن محمد رمضان المدير الرياضي للنادي الأهلي عودة لاعب الفريق محمود عبد المنعم كهربا للقاهرة، وعدم استكمال مهمته مع زملائه في بطولة السوبر المحلي، وخصم مليون جنيه من مستحقات اللاعب المالية نظرا لما بدر منه عقب مباراة سيراميكا. ناس كتيرة ممكن تقعد تسألنا هو إيه اللي حصل؟ هل حصلت مشكلة في غرفة خلع الملابس؟ هل كان في مشكلة في أرضية ملعب استاد محمد بن زايد أثناء التغييرات؟ هل فترة الإحماء أو الفقرة الخاصة بالإحماء للمجموعة اللي ما شاركتش في المباراة، هل كهربا اعترض؟ هل لما الفريق وصل فندق الإقامة هل حصلت مشكلة؟ أنا كل اللي يهمني دلوقتي مش التفاصيل، الخبر رسمي وتم إعلانه من قبل النادي الأهلي وتصريح خاص من الكابتن محمد رمضان. طب إيه المطلوب مننا في الثلاث أيام اللي جاية؟ نقفل الصفحة دي ونركز على مباراة الزمالك. ممكن نقعد نشرح كواليس وتفاصيل ونتناقش ونتكلم كتير قوي، بس هل هيبقى لوجيك قوي واحنا داخلين على مباراة قمة، ومباراة على فكرة مش أي مباراة، دي مباراة يعني مش هقول رد اعتبار لمباراة السوبر الإفريقي في تفاصيل كتيرة، ولكن مباراة هتبني عليها حاجات كتيرة جاية. مباراة ببطولة، ولقاء مع الغريم التقليدي، ولقاء بيحظى بشعبية وجماهيرية كبيرة، وأكيد في الثلاث أيام اللي جاية هتلاقوا موضوعات كتيرة ممكن تتصدر لجماهير النادي الأهلي عشان تعمل بلبلة قبل لقاء السوبر. الخبر أوكي، هنقفل الصفحة ونركز على مباراة القمة، وبعد مباراة القمة لكل حادث حديث.